JPanel بالجافا بتحتوي بس كومبوننت واحد، فإذا عملنا run وأنا كنت حابب لهذا الابليكيشن تبعي حط فيه أكثر من زر أو أكثر من text field، فأنا بحاجة أني أغلفهم بـ JPanel. JPanel هي بعتبره هون بمثابة container، فحعرف هلأ JPanel. هسميها panel أو my panel. Equal a new JPanel. هاي البانل ممكن ضيفها على الماي فريم وتصير هي مثابة الكونتينر. دوت اد الماي بانل. هاي الكونتينر هلا اللي هي الماي بانل ممكن تحتوي عدة عناصر من ازرار وبوتمز وتكست بوكس وراديو بوتمز وهكذا. فصار بامكاني هلا اني اعرف جي بوتون سمي بي تي ان 1 equal new j button، بحط في text click me، وعرف j button تاني click me too. هلا اذا عملت run فهن لسه البتن ما نضافوا على البانل، فاذا عملنا run فما حيطلعوا الازرار. بحاجة انا اني اضيف هالازرار على الماي بانل، فبروح على الماي بانل لو دوت اد بي تي ان 1 بالاضافه ل بي تي ان 2 اف داش، طلع عندي زرين كليك مي 1 وكليك مي 2. لاحظ اذا زدنا النص حجم النص بالزر الثاني فحيزداد طوله بالاضافه لتوضعه، واذا في عندي اللوكيشن تبع الزر والسايز تبع الزر تم تحديدهم والتوضع بشكل اوتوماتيكي عن طريق اللاي اوت مانجر. داخل البانل في لاي اوت مانجر بيتكفل بهالمهمه اذا انا ما كنت حاطط سايز ولوكيشن له. اذا لحتى وقف عمل اللاي اوت مانجر فانا بروح على الماي بانل دوت سيت لاي اوت، هاي اللاي اوت مانجر بحطه نول. هلا اذا عملت اف داش فما حيطلعوا الازرار لانه ما حددت لهم لا سايز ولا لوكيشن. خليني ارجع للبي تي ان 1 واضف له سيت سايز سيت سايز، بحطه بالاكسات والوايات. ححط ابعاده الويت 100 والهايت 20. قل له ptn1.setlocation الx والy حسب احتياجات الشاشة هحطه 10 × 10. اذا عملنا run set location خطأ set location فحطه 10 × 10. run للابليكيشن طلع الزر اللي هو كليك مي بالابعاد اللي حطيناها وهو 10 × 10 هون بعده عن الماي فريم. فزدتها مثلا بدي حركه للاكسات زياده فححركه محور الاكسات تساوي 20. رن الابلكيشن تلاحظ انه هو هلا ازداد بعده، ممكن زيده كمان حطه 200 ورن الابلكيشن هلاحظ انه زادت المسافه صار هون 200 بكسل، الوحدة هي 200 بكسل وبعده 10 بكسل عن محور الوايات اللي هو بيتجه في هذا الاتجاه. طيب خلينا نرجع 10 ب 10 لوكيشن وروح حط كمان سيت سايز لوكيشن للبي تي ان 2. خلينا نعمل ابلكيشن صغير بحيث انه يجمع رقمين ويطرح رقمين، فحط زر زائد وزر ناقص. بي تي ان 2 سيت سايز يكون بنفس السايز، اللوكيشن هالمرة على محور الاكسات يضل نفسه وعلى محور الوايات بده يزداد. اذا السايز تبع البيتون الاول هو 20 فزدنا على 10 عن الاحداثيات الاول 20 فصار 30، بحط بيناتهم مسافة 10 بكسل صار 40. حعمل run فطلع عندي الزر الاول والزر الثاني. هلا
بدنا نحط كمان تكست فيلد مش هنحط فيه الداتا الرقمين اللي بدي اجمعهم، فحنحط جي تكست فيلد تي اكس تي 1 ايكوال نيو جي تكست فيلد تي اكس تي اول تي اكس تي ثاني. كمان نفس الفكرة بحاجة لحط لهم سايز ولوكيشن، ف تي اكس تي 1 سيت سايز نفس السايز سيت لوكيشن زيادة عن الثاني ب 30 فحيصير 70. كوبي بيست زيادة عن الثاني ب 30 فحيصير 100. هلا ما حنستضيفهم على الماي بانل مشان يكون عندي القدرة انه يعرضهم. add txt1 my panel add txt2 run the application بيطلع عندي الزر الاول والزر الثاني بالاضافه للتكست الاول والتكست الثاني بنفس السايز.